ما هي افضل جراحات السمنه؟ هيبقى السؤال ده منطقي ولا سؤال غير منطقي؟ مفيش حاجه اسمها احسن جراحه سمنه. هي في حاجه اسمها جراحه السمنه المناسبه ليك. السمنه مرض وليست عيب شكلي. لازم انت اللي تفكر العيانه ان الحمل ممنوع تماما في فتره ال 12 الى 18 شهر بعد الجراحه. العمليه دي بتخسس 60 كيلو ولا 100 كيلو ولا 50 كيلو. الجسم هيبطل يخس لما يقرر انه خلاص هو مش محتاج يخس اكتر من كده. الدكتور هيثم سيد زميل كلية الطب جامعة ليموج بفرنسا، عضو الجمعية الدولية لجراحات السمنة، عضو الجمعية المصرية لجراحات المناظير، رئيس وحدة جراحة السمنة بكلينيكال جويل مصر. اهلا بكم، النهارده حلقه مثيره جدا في الناس الحلوه، فقره مهمه جدا. خلينا نتكلم على شيء بنقع فيه كلنا، انا شايفه حفره عميقه. الجيل ده فيه خطوره كبيره جدا على شبابه واطفاله ومراهقينه من السمن جدا. ليه بقى؟ تقعد مع فلان مثلا اسم من الاسماء الجميله بتاعت الشباب اليومين دول، تقول له انت بتعمل ايه في وقت فراغك، يقول لك انا رقم واحد في رياضة البلاي ستيشن. قول له نعم نعم يا باشا. يقول لك أنا بقى كسر الدنيا في البلاي ستيشن، أنا فيفا ديت والفوتبول ألعب لغاية الصبحية وكسرك أدشدشك. فوتبول يعني نلعب كورة مع بعض؟ لا، في البلاي ستيشن، نلعب في البلاي ستيشن. زي زمان ما كنا كده نقول إيه، الناس لما بتكبر في السن يقول لك أنا بقيت بقى نجم المنطقة في الطاولة، او يعني ملك الحي في الشطرنج، انا يعني بخليه ينهك في الشطرنج. لا، مفيش الرياضات دي، مش رياضات دي، مفيش حاجه اسمها رياضه الشطرنج. الشطرنج لعبه من الالعاب، او الدومنه او الطاوله، هي ليست رياضه، هي رياضه عقليه الشطرنج. لكن بتكلم على الحاجات التانية دي مش رياضات، دي تسليات. خطورتها ان انت قاعد بتاكل بتشرب مشروبات غازيه. الشباب مش زي زمان، احنا كان زمان لعبنا ايه؟ لعبنا ننزل نلعب كوره، زهقنا من الكوره نلعب سله، زهقنا من السله نلعب تنس، زهقنا من التنس نلعب سكواش، زهقنا من ده كله نلعب سبع طوبات. واخد بالك؟ اللعب بتاعنا زمان، الكلام اللي بكلمكم على السبعينات والثمانينات، الشباب الصغير الاطفال بتاع، كان لعبنا كله مجهود، يروح البيت على طول على الدش، تقف تحت الدش. دلوقتي الواحد الشاب خارج، الشاب الصغير ولا الطفل اللي هو 9 8 10 سنين خارج يتفسح، رايح يقعد يلعب مع اصحابه بلاي ستيشن، ما بيرجعش عرقان، ما بيرجعش تعبان، ما بيرجعش باذل مجهود. فالسمنه في الاطفال خطيره جدا. النهارده حوار مثير للغايه مع ضيفي العزيز، القيمه العلميه المتميزه، والاسم اللي انا بسعد جدا بزيارته وبيسعدني جدا بحواره، الاستاذ الدكتور هيثم سيد. اهلا بيك يا دكتور. اهلا دكتور. الحقيقه انت دايما بتختار مواضيع في مهم في منتهى الاهميه. هل نحن امام خطر كبير اسمه السمنه في الاطفال المراهقين؟ للاسف دي حقيقه. للاسف السمنه في السن الصغير، البنات والولاد في سن المراهقه او في سن البلوغ، هيبقى خطر بيهدد المجتمع وبيهدد البيوت وبيهدد صحه الناس، وبالتالي بيهدد الدوله. لانك انت لما يبقى حد عنده 40 50 60 سنه وعنده السمنه او ما يصاحبها من الامراض الثانويه اللي بتيجي معاها، غير لما يبقى عندي شاب عنده 17 18 سنه مقبل على الدراسه، مقبل على سوق العمل، مقبل انه المفروض ان هو يبقى شخص برودكتيف او شخص منتج، الدوله والمجتمع واهله منتظرين منه حاجه، ويبقى عنده عائق ليه علاقه بصحته او بزياده وزنه. الحقيقه انا شايف ان هي ممكن تكون اكثر اهميه من السمنه لدى البالغين او لدى الناس الكبار يعني. فالحقيقه للاسف السمنه في، وزي ما حضرتك قلت من المدخل بتاع حضرتك، العصر الحديث والاغراءات اللي احنا بنسميها اللي موجوده للسن الصغير، من اول اختيار الوان مطاعم الوجبات السريعه للاطعمه للأوفرز والحفلات اللي بتتعمل، للحاجات دي عناصر غير مباشره جاذبه للسن ده بالذات. والاخر احنا الدوله اللي بتدفع الثمن والاسره اللي بتدفع الثمن في علاج ما يصاحب ذلك من نتائج للاسف يعني. فالسمنه لدى البالغين، لدى المراهقين ولدى الاطفال بالنسبه لنا بصراحه هي يعني مشكله الحقيقه بدات تظهر وتطفو على السطح بوضوح شديد جدا، لا يمكن انكاره ولا اغفاله يعني. ايه اسباب السمنه في الاطفال والمراهقين؟
نمرة واحد طبعا طريقة الحياة زي ما حضرتك تقول، الوجبات السريعة، الجانك فود أو الفاست فود اللي موجودة في كل حتة، في على بعد كم متر من بعض تلاقي فيه مجمع للوجبات السريعه. بقى مجمع صحيح. يعني صعب. انا شفت منظر في احدى المولات رهيب، عباره هم حاطينهم جنب بعض جنب بعض جنب بعض كده، وانت عارف يا نهار اسود. اكيد ده مش توجه طبيعي او يعني زي ما بيقولوا حسن النيه، لانه يعني خالص يعني متهيالي الحاجات دي المكسب السريع اللي بيحصل منها ومع ضعف الكواليتي بتاعت الحاجة اللي بتتقدم، حاجتين ما يركبوش على بعض، فأكيد وراها حاجات تانية أصحاب هذه السلاسل بيكسبوا منها حتى لو على المدى الطويل، إن هم يخلقوا عندك جيل من الأطفال أو المراهقين اللي عندهم ضعف في صحتهم من بداية حياتهم، لسه العمر قدامهم طويل، يعيش 40 50 60 سنة، بادئ من هو عنده 16 15 سنة عنده مرض مزمن اسمه السمنة أو ما يصاحبها. فطبعا أول سبب في ذلك هو اللايف ستايل أو اللي هو جزء منه برضو غياب رقابة الأهل الحقيقة. كنا زمان نقول لازم الأم وانت بتذاكر تعمل لك سندوتشات، وانت صاحي الصبح بتلاقي فطارك موجود، بترجع الأسرة كلها بتتجمع على السفرة بيتغدوا الغداء اللي معمول في البيت. دلوقتي انا لا، انت هتاكل لا انا اكلت بره، اتعشيت لا انا اتعشيت بره، ما حدش بيتابع، بالذات لما بيبدأ الكلام ده في السن الصغير. فلو هنقول ان السبب رقم واحد واثنين وثلاثة هو غياب الكنترول العائلي على الوجبات السريعة عند الأطفال، إضافة لجزء صغير جدا ليه علاقة بالعوامل الوراثية في السمنة لدى العائلات دي، يمكن ما لهمش ذنب فيها قوي، لكن الحاجة اللي احنا لازم ننتبه لها هو اللايف ستايل اللي بيؤدي للسمنة لدى المراهقين والأطفال في السن الصغير. طفل عنده 12 13 سنة وعنده سمنة مفرطة، ممكن يتعمل له عملية في السمنة؟ الحقيقة من سن 13 سنة في البنات، 15 سنة في الولاد، نبدأ نفكر بأن الحل الجراحي للقضاء على السمنة أو زيادة الوزن هو حل مطروح للنقاش على طاولة الاختيارات اللي مطروحة قدام الأسرة وقدام الطفل أو المراهق وقدام التيم الطبي كامل اللي بيقيم الحالة بتاعة زيادة الوزن، لأن ده السن في الجنسين هو السن اللي نطمن فيه إن شريحة نمو العظم اللي موجودة عند الناس اللي لسه نموهم بيكتمل وصلت لمرحلة انه لو حصل بعد جراحات السمنة زي تحويل المسار او زي عملية تكميم المعدة اي ديستوربنس او اي لخبطة حتى في الفترة الاولية من فقدان الوزن الجامد اللي بيحصل في اول 3 شهور او 4 شهور بعد العملية، انه فيتامين دي او الكالسيوم اللي عبال ما الجسم يعني يقتنع بحالته الجديدة ويبدأ يعني يحصل عليه بدرجة ملائمة لاحتياجاته ما يأثرش على درجة النمو عند الجنسين. فالحقيقة كل الدوريات العلمية الأخرانية اللي بتتكلم وبتهتم جدا في موضوع السمنة لدى المراهقين والأطفال حددت أن من 13 سنة في البنات و15 سنة في الولاد الحل الجراحي هو حل مطروح، بدأ يبقى حل مطروح في المرحلة دي من السن. ايه الشروط اللي انت شايفها تبقى لازم طبعا الابوين هنا اللي هم المشرفين اللي لازم يبقوا فاهمينها الدكتور المتابع عشان يتخذوا قرار التعامل جراحيا مع الطفل؟ الحقيقه انا يعني بقرب الصوره للاسره في حالات دي لما بتجي لنا في العياده، انه لما ابنك عنده 5 سنين 4 سنين 6 سنين بيجي له التهاب في اللوز، انت اللي بتاخد القرار انك توديه تعمله العمليه. ابنك ما عندوش اي قرار غير انه بيعاني من الموضوع. السمنه كذلك، الابن السمنه بالنسبه له مش مسببه له مشكله، يمكن صحابه شويه مثلا بيتريقوا عليه في المدرسه مش عارف يبذل نفس المجهود، انما الاب والام الحقيقه هم المونيتور الاولاني لموضوع زياده الوزن والسمنه. الحقيقه الشرط في العالم كله واحنا بنحاول طبعا نطبقه في كلينيكا جوال، وزي ما دايما بنقول ان احنا بنعزف شويه منفردين في الحته دي، يجب على المراهق او الطفل من الجنسين ان هو يعني يستنفذ مده لا تقل عن 6 شهور من بدايه اول زياره لي او لاهله للعياده، بان هو قعد مع الاخصائي النفسي، قعد مع الاخصائي الاجتماعي، قعد مع طبيب التغذيه، وحاولوا معاه كل المحاولات اللازمه للسيطره على زياده الوزن، اتعمل له كل التحاليل اللازمه والبروفايل اللازم للهرمونات للفيتامينز، اتاخد منه التاريخ المرضي للعيله بدرجه كويسه جدا، وبدانا معاه اوريدي نظام غذائي ورياضه، وحتى في المدرسه يعني حتى في المدرسه وفي الشارع وفي البيت وفي النادي كل الجهود بتتضافر ان احنا نوصل لنتيجه تسيطر على زياده الوزن في السن ده. بالتالي الناس بدأت تحفظ منك مين اللي عمله تكميم ومين اللي تعمله تحويل المسار في الكبار. تمام. لكن واحنا بنشوف التكميم وتحويل المسار كعملية دلوقتي، هل ده ينطبق على الأطفال؟ هل التكميم برضو في الطفل
هيبقى ناحية الطفل الأكيل، وتحويل المسار هيبقى ناحية الطفل اللي عنده سكر أو الشاب الصغير اللي عنده سكر. يعني هنحتاج امتى نعمل تكميم؟ في ناحية مرض السكر بالذات بينطبق على البالغين ما ينطبق على الأطفال. إنه مرض السكر إنه طبعا مناسب جدا لمرض السكر عملية تحويل المسار، وده لازم يكون قرار الحقيقة في منتهى التحفظ، لأن أنت بتتكلم عن طفل هيفضل 50-60 سنة الجاية من عمره ياخد فيتامينز وأملاح ومكملات غذائية مدى الحياة. إنما برضو بينطبق عليه تكميم المعدة وفايدتها في السيطرة على النوع الثاني من السكر، وده الكلام الجديد اللي مكتوب كله إنه بتسيطر على 80-85% من النوع الثاني من السكر. وبينطبق عليها شوية إن إحنا بنعلي معدل كتلة الجسم اللي بناخد عليه قرار الجراحة لدى البالغين أو لدى المراهقين أو الأطفال، بداية من 40 و50 يبقى الباي باس، وبرضو نعيد ونزيد ونكرر بعد استنفاذ جميع الطرق التحفظية للسيطرة على زيادة الوزن. لكن هو تقريبا نفس الشروط لدى البالغين ما عدا ان احنا بنعلى شوية بمعدل كتلة الجسم الى 40 يبقى ده تكميم المعدة، فوق 50 بيبقى الاختيار الاوحد هو عملية تحويل المسار. برضو هنا تحويل المسار للطفل اللي عنده سكر من نوع التاني او عنده سمنة وسكر من النوع الاول هيتحسن طبعا بالتأكيد. او اللي هو السويت ايتر، يعني هو طفل ما بياكلش غير الحلويات، يقولك لا عمره ما يحبش الجنك فود ولا الفاست فود، لكن هو سويتس ودوناتس وحاجات مسكرة ده ما بيتقوم يعني جنبه على على الكومود جنب السرير يعني. فدي طبعا هي ناس بتحويل طبعا طبعا. يعني اصل في بعض الناس يقول يعني بعض الام اباء والامهات بخبراتهم العلميه البسيطه يقول لك ايه تحويل المسار ده هيقعد سنين عمره ياخد الفيتامينات. ما هو لازم هياخد فيتامينات، ما هو لو عنده سكر هياخد فيتامينات. زي ما بنقول دايما هو زي ما بيقولوا يعني الريسك بنفت، يقعد طول عمره ياخد مكملات غذائيه واملاح وفيتامينات مع الوقت هيعتاد عليها تماما، ولا يبدا يعاني بقى من السمنه ومضاعفاتها ومشاكلها في القلب وفي الدهون الثلاثيه وفي غيره وفي غيره مدى الحياه. يعني ياخد انسولين 60 سنه اللي جايين، ولا ياخد فيتامينز واملاح وياخد باله من اكله 60 سنه اللي جايين، مين الاقل خطوره على صحته وعلى كفاءته لي ثم لأسرته ثم للمجتمع والدولة بالكامل، انه يبقى شخص منتج، شخص ليه لازمة، شخص ليه فايدة، مش مجرد شخص عالة على المجتمع او على منظومة التأمين الصحي او على المستشفيات او على أسرته. لما مريض يجي يكون عنده 35-40 سنة جاي لك وعمل جراحة سمنة، هو عنده القدرة العقلية وشاف من السمنة ما يجعله يتبع تعليماتك. طفل هيجي 13-15 سنة هيعمل جراحة سمنة، بعد الجراحة اعتقد ان دوركو هيبقى كبير جدا، ممكن اكبر مما قبل الجراحة، ولا ايه؟ بالتأكيد ده كلام صحيح 100%. مجهودنا مع الاب والام بالذات بيبقى مضاعف عن الطفل. الاب والام لازم، انا دايما بحب استخدم لفظ الثقافة الغذائية. احنا عندنا غياب للثقافة الغذائية اللي هي فيها 4-5 حاجات بسيطة جدا كلنا عارفينهم بس ما بنعملهمش. لازم الاب والام مسيطرين على هذا الطفل بعد هذه الجراحة اللي يعني بأمر الله تمشي كويس والعين بتاع ابنهم يخرج منها سليم ومعافى ويبدأ حياة جديدة خالص. الثقافة الغذائية ان احنا نعلم الطفل ده ازاي ونعمل عليه كنترول، ان هو ما ياكلش غير لو جعان، ومجرد ما يشبع لازم يبطل اكل، ان هو ما يخلطش الطعام بالشراب في وجبة واحدة، انه ما يخلطش اكتر من نوع من النشويات في وجبة واحدة، انه ازاي ان هو يندغ الاكل كويس جدا. المضغ الجيد هو اول يعني زي ما بيقولوا اول بوابة لهضم الطعام. الحاجات دي لازم تترسخ الاول في ذهن الناس اللي عايشة مع الطفل ده، وبالتالي هتنتقل منهم اليه، وده هيبقى ليه دور ما يقلش عن 60-70%. العملية نجحت كتكنيكال، لكن نتائج العملية احنا لازم زي ما عملنا احنا الواجب اللي علينا، لازم الاهل والطفل يعملوا الواجب اللي عليهم، لان زي ما بنقول دايما هو بيستثمروا في المستقبل، هم مش بيبصوا تحت رجليهم، بيستثمروا في بكرة، فلازم الموضوع بالنسبة لهم حاجة يعني مركزين فيها جدا جدا، عشان الثقافة الغذائية، ممارسة الرياضة، تاني وتالت ورابع ممارسة الرياضة والمجهود العضلي مهمين جدا للحفاظ على نتائج العملية وضمان نجاحها. حقيقة انت بتسعدني جدا بمنهجك العلمي اللي انت ماشي عليه، والمنهج ده يعني لمن يتبع ومن يتابع حلقاتك يجد انه منهج منظم جدا. يعني التعامل مع السمنة والإنجاب، التعامل مع السمنة والست التي تريد الحمل والولادة في الراجل والست، التعامل مع السمنة والأطفال قبل كده، برضو النظرة الخاصة لما يتعلق بمضاعفات السمنة ومضاعفات العمليات، نظرة مضاعفات بس
فمنهج مهم جدا انت بتنفرد بيه وانا بشكرك جزيلا خلي. ومتنوع المنهج، انا بيعجبني جدا المنهج العلمي المتنوع اللي هو مليء الصراع. انت فعلا انا دائما بنتظر لقاءاتك لانه زي ما بيقولوا لا تنضب من معين العلمي الاكاديمي المنضبط جدا. الاسم الكبير اضافه الهائله لينا الاستاذ الدكتور هيثم سيد كان مبدعا في حواره عن سمنة الأطفال في واحدة من الحلقات المتخصصة جدا. وخليكم من الناس الحلوة. أنا عايز أقول لكم أنه في مستشفيات كتيرة في مصر محدش يعرف أنها محتاجة. أنا عايز أقول لكم أنه في القصر العيني وفي عين شمس وفي بريش وفي الحسين وفي الدمرداش في احتياجات لمستحضرات أو أشياء بسيطة جدا الدكاترة قد يجدوا الصعوبات في أنهم يتعاملوا فيها. يعني في دكاترة بتدفع فلوس عشان تجيب الجوانتيات عشان تكشف على العيانين أو يعملوا عمليات على حسابهم. في ناس بتدفع فلوس ما بين بيلموا عشان يجيبوا أدوات جراحة زي خيوط أو شيء من هذا القبيل. ده غير أن ساعات بتتكلف أو بيتكلف المريض أن هو يجيب الحاجات دي عشان مش موجودة، المستلزمات دي ناقصة في المستشفيات دي. We'll be right back.